السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أه تم افتتاح استمارة التقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية. راح أخليكم جميع الروابط في الوصف إن شاء الله. أه الآن ندخل على الإرشادات العامة. عزيز الطالب يرجى الاطلاع على التعليمات الخاصة بعملية القبول والمثبتة في موقع التعليم العالي الجامعي الأهلي. أيضا رابط الموقع من هذا من هنا تضغط الى هنا انا انا ايضا راح اخليهم هذا الروابط جميع الروابط في الوصف لكن بصوره مختصره يمكن تلخيص عمليه التقديم والقبول بالنقاط الاتيه اولا انشاء حساب شخصي حيث ستقوم باختيار اسم مستخدم وكلمه مرور وتقوم بتثبيت رقم هاتفك الشخصي بعد انشائك لهذا الحساب ستقوم بتفعيل الخدمات الساندة ضمن الحساب كما موضح في التعليمات ايضا سيرشدك النظام بعد ذلك الى مرحلة من البيانات الطلابية حيث ستقوم حيث ستختار الحالة التي تنطبق عليك ضمن سبع حالات معدة مسبقا ل ضمن القبول ايضا راح هذه الامور كلها ايضا رابعا في حال احتياجك لعملية التدقيق فسيقوم النظام تلقائيا بتحويلك الى نافذة حجز موعد الكتروني في احد مراكز التدقيق في الجامعات والكليات العليا هذا نقطه مهمه ايضا راح نشوفها ان شاء الله بتفصيل بعدها خامسا بعد زيارتك لمركز التدقيق ضمن موعد محدد يعني اذا تريد انت قدمت على جامعه معينه وتريد تتاكد من جميع معلوماتك فاكو نافذه حجز الكتروني تحجز يوم معين بعدها تروح لهذا المركز حتى انه يتم مطابقه صحه بياناتك والمصادقه عليها كذلك انه في هذه المرحلة سيعرض لك نظام لوحة تحكم لوحة تحكم الطالب حيث يصبح بامكانك تفعيل القنوات الخاصة في حال استيفائك لشروطها ايضا هذا موضح في دليل الطالب بالتفصيل اللي نشرته سابقا وايضا راح اخلي لكم رابطه ان شاء الله ايضا بالامكان بامكانك في هذه المرحلة البدء بعملية التقديم الالكتروني على الاقسام والكليات الموجودة في النظام من خلال استمارة التقديم الالكترونية اللي راح نشوفها بعد قليل ان شاء الله ثامنا ستظهر الاستمارات التي قدمتها ضمن صفحة المعاينة لمعرفة تسلسلك من حيث كونك مرشح أصيل أو مرشح احتياط ضمن المقبولين، يعني هذا من الأمور المهمة والفقرات المميزة بصراحة. يعني أنت تعرف وضعك الحالي هل أنت مرشح أصيل يعني مرشح ضمن الخطة أو كنت أيضا احتياط. طبعا إذا أحد المرشحين انسحب أنت تصعد مكانه وحسب تسلسلك في الاحتياط. تسعة تبدأ فترة التسجيل بعد انتهاء فترة التقديم بعد انتهاء تقديمك يعني تبدأ عملية التسجيل حيث يتم تسجيل الطالب بصورة نهائية في القسم الذي ظهر قبوله فيه إن شاء الله الآن نضغط على متابعة وننتقل للصفحة التي بعدها الآن تنفتح لك هذه النافذة هنا أنا مرحبا بك عزيزي الطالب في البوابة الإلكترونية لدائرة التعليم الجامعة الأهلي طبعا مثل ما ذكرت اذا سبق وان عندك حساب او يعني سويت حساب تريد ترجع من جديد فتضغط على تسجيل الدخول واذا كنت اول مره تفوت لهذه الصفحه فتضغط على انشاء حساب طالب جديد بعده تنفتح هذه الصفحه انشاء حساب طالب جديد تدخل رقم تلفونك هناك كاتب لك ملاحظه يرجى كتابه رقم الهاتف مع الصفر الاولي ايضا موضح لك يعني ما تكتب بس مثلا سبعة سبعة كآسيا أو سبعة ثمانية أو سبعة خمسة أو سبعة تسعة لا تكتب صفر سبعة سبعة وتكمل صفر سبعة ثمانية وتكمل تمام وأيضا اسم المستخدم هنا تخلي اسمك وأيضا النافذة اللي بعتها اللي هو كلمة مرور خاصة بك وأيضا تأكدها مرة أخرى وتضغط على الآتي راح نسجل ونرجع لكم إن شاء الله بعد ما دخل اسم المستخدم وكلمة المرور وأيضا رقم تليفونك الآن هنا أنا يطلب من عندك عملية حسابية بسيطة أربعة زائد ثمانية تكتب الناتج وبعدها تدفع نافذة إنشاء الحساب وتضغط عليها الآن نضغط على إنشاء الحساب الآن بعد تظهر لك هذه النافذة تم إنشاء حساب طالب بنجاح يرجى الضغط على زر أدنى للانتقال إلى نافذة تشغيل خدمات التبليغية الاس ام والحجز الالكتروني والتواصل مع والتواصل من خلال الرسائل القصيرة تضغط هنا على تفعيل الخدمات أحد الفقرات في الخدمات الساندة هل تمتلك محفظة زين كاش أو آسيا حوالة إذا عندك تضغط نعم وإذا ما عندك تضغط لا وإذا تريد أنت تسوي حساب زين كاش أو آسيا حوالة تقدر تنتظر وتمليهم الآن إذا ما كان عندك حساب فهي تعليمات تقدر تطلع عليها وتنشئ أما زين كاش أو آسيا حوالة وايضا هنا بعض الخطوات اللي يشرح لك اياها بعدها طبعا هنا تقدر تشوف الخارطه لمكاتب زين كاش في حسب المحافظات نفس الشيء بالنسبه للآسيا اللي تشوف البوزيشنز آه بعد اختيار اقرب مكتب دفع يتوجب الطالب يتوجه الطالب الى مستشفى معه التعليمات الاتيه ادناه مطبوعه او مصوره في الهاتف طبعا هنا اشرح لك بعض الخطوات آه خطوات تفعيل الخدمات الساندة تفوت على هذا الرابط تمام تختار وسيلة الدفع المتوفرة لديك التأكد من صحة معلومات الطالب من خلال سؤال عن اسم المستخدم الخاص به ومطابقته مع نتيجة البحث بعدها ضغط على كلمة اختيار ليتم تحويلك إلى واجهة الدفع الآن بإمكانك تطبع هذه المعلومات او انه تضغط على هذا الرابط تمام تضغط عليه راح تنفتع لك نافذة جديدة هذه النافذة بها طريقة تفعيل الخدمات الساندة مثل ما قلنا رسوم الاشتراكية الفين ونص دينار تختار اما الزين كاش او اسيا حوالة لكن بعد ما تنتظر انه جار العمل على ادراج خدمات اسيا حوالة ضمن طريقة الدفع الالكتروني المدعومة من قبل النظام تنتظر تمام